يا لطيف والله فكرت في سيناريو امس، قلت تخيل لو رجعوني السعوديه وما قتلوني ويجبروني اصير مطبل. والله حزنت على نفسي اقسم بالله يا جماعه، انزل صور محمد بن سلمان واكتب الرؤيه شيء عظيم، نعم لقد انتصرنا على قطر وقمنا باذلال القطريين ومحمد بن سلمان هو رائد التغيير في الوطن. بالله تخيل شكلي كذا وانا جالس اطبل، ادعوا لي بالله عليكم ادعوا لي والله العظيم، وانزل صوره وهو لف البشت وصوره وهو مش عارف ايش وصوره وهو بكمامه وصوره وهو بدون كمامه وصوره وجالس على الجو. اعوذ بك يا ربي يا ربي ارحمنا، حاجه مأساويه. يا رب يا ربي يا رب نسالك الثبات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب. والله العظيم تقطيع منشار مصيبه. انا انسان كنت مسحور، اي اخفاقات في اليمن ماكلين الحوثي باسناننا اكل، محمد الحوثي قاعدين الدب ذا قاعدين نلكمه في بطنه، مين قال اخفاقات؟ وين اخفاقات؟ الحمد لله دخلنا اليمن وخلصنا، حققنا احنا ما نريد في اليمن. والله يا اخي اليمن بسم الله ما شاء الله، جنه الله في ارضه ولا ايام سبق، الملكه سبق اللي مع سليمان عليه السلام. تصدق اني مشيت من البيت للاستوديو لم يقتلني احد، اخذت ثلاث مخالفات في الطريق بس لم يقتلني احد فضل الله سبحانه وتعالى. امشي وانا ماني خايف من احد، بس من الملك ولي العهد وامن الدوله والمباحث وتركي الشيخ سعود القحطاني وكم وزير وكم مسؤول وكم غرد في تويتر.